وللاسف مش راضي يدونا هدومنا هدوم ولا راضي يدونا، وبقالهم اكتر من 10 ايام النهارده اليوم العاشر لمحمد، وهم متعنتين في ان احنا نطلع محمد من المشرحه. وبعدين قالوا لنا خلاص بعد ما قعدنا لغايه الساعه 9 قالوا لنا يلا روحوا. وبعدين بعد ما روحنا ومشينا حوالي ساعه راحوا متصلين تاني تعالوا خدوه، وبعدين رحنا خدناه عشان ما يصليش عليه حد، وعشان مش واحنا في الطريق يتصلوا بتوع القاهره يتصلوا، وبتوع الزقازيق يتصلوا، وبتوع فاوس يتصلوا، وزاره الداخليه تتصل بسرعه في مين قبل صلاه الفجر يدفن. الكلام ده كله والحمد لله ربي ابني ان شاء الله يعني ترك هذا الظلم الحمد لله. كان دايما يقول ربي لا تجعلني في القوم الظالمين، والحمد لله اللي ربنا اختاره واجتباه. واحنا يا محمد مش هنقول الا ما يرضي ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا محمد لمحزونون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. كل مخبز او كل حد يعني بيبيع عيش او كده، وكل واحد بيدور على طريقه زي يسرق بيها. يعني مثلا في طرق من سرقه العيش بيروحوا جامعين البطايق، ويبقى المواطن مش عارف بتاع البطاقه تحت قال لي موجود فيها، يعني قال موجود فيها سلع او فلوس او كده. في بعض المخابز بتروح لما البطايق من الناس، وبعد ما تلمها تقعد تقول للمواطن انت متاح ليك انك تاخد اي حاجه، سواء دقيق سواء عيش سلع اللي انت عايزه. فبالتالي المواطن كل اللي بيعمله ان هو بيديله البطاقه وبيجي ياخد الحاجه اللي هو عايزها. موضوع رفع دعم ان هو هيزود من يعني اولا ما فيش ضمير، يعني دي حاجه. والحاجه الثانيه ان هو هيزود، يعني اللي بيشتري ب 100 جنيه واذا كان هو حاليا كان بيشتري ب 25 جنيه الشقارة او اكتر، تمام، هيلاقي مش عاجبه. يعني العيش نفسه الحجم بتاعه بقى اصغر، الجوده بتاعت العيش نفسها بقت اقل بكتير من الاول. فالطبيعي ان هو بعد ما هيزود عليه فلوس طبعا كل ده هيبقى اكتر من الاول بكتير. يعني منظومة جديدة، يعني منظومة كويسة، بس بنطلب من يعني من ساعدكم الرقابة وكده، وأكيد هيزود، أكيد في زيادة، بس يا ريت يكون كلام يعني أكيد مش كلام بس بنسمعه. والله هو السرقة أصلا عشان تتمنع هي المشكلة في الضمير، فاعمل منظومة، اعمل 10، اعمل 100 منظومة، هو الضمير نفسه موجود ولا مش موجود، هو ده الاصل في عدم في موضوع السرقه. فلازم قبل ما نمنع السرقه نتكلم في موضوع الضمير الاول، ولازم عشان نمنع السرقه على المستوى الصغير الناس نفسها بتوع المخابز ولا بتوع اللي بيبيعوا ولا كده، لا، اصحاب المخابز الاول والمسؤولين عن اصحاب المخابز الاول لازم عندهم ضمير، لان لو اتفتح موضوع الرشوه والكلام ده في المسؤول او عند المسؤول هيبيع القضيه كلها. لكن انا شايف الدوله كل ما تحاول تظبط حاجه العمليه بتبوظ. ليه؟ لان اصلا المسؤول اصلا في مشكله فساد في الناس المسؤوله نفسها على المنظومه دي. فلازم الاول الضمير، انا شايف هي موضوع ضمير، الدنيا كلها الناس بتحاول تظبط بس الضمير فين؟ هو ده الاساس. يعني المنظومه الاولانيه كانت احلى من دي. ليه؟ كان الجاز ب 180 سنت ودلوقتي الجاز ب 3.70 سنت، والدقيق عشان ادفعه كل يوم يبقى خساره علي، وانا راجل مأجر واللي عليه خسار هيعمل ايه؟ هل هيدفع ولا يجيب دقيق للناس ولا عمال؟ والخميره بقت 170 جنيه الخميره رخمه.
فبناشد السيد الوزير وبناشد السيد المحافظ اذا كان يتدخل في الامر دي عشان يشوف صرفه اللي احنا فيه ده كارثه سودة عليا انا. ازاي اجيب فلوس منين ان انا اقضي او ادي العامل شغله، ولا اجيب خميره ب 170 جنيه القالب، ولا اجيب جاز ب 3 جنيه و70 ساغ علي، ولا ادفع كل يوم 2000 ونص دقيق. هو طلب مننا احنا ندفع 3 ايام او يومين، وده كتير علينا اصلا ان احنا ندفع المبلغ ده. هو اصلا بينزل لك الرصيد في البنك كل 3 4 ايام. طب منين انا ادفع كل 3 4 ايام وعايز مني فلوس مؤدات؟ لو بينزل لي يوم بيوم ان انا اخد وراح ادفع مفيش مشاكل. والله هو كده كده اصلا كان بيدينا الدعم ما كانش بيكفينا. يعني كان بيدينا الدعم على السكارة 5 لتر وربع، ما كانش بيجيبنا على اخر الشهر، كنا بنجيبه برضه بالحر. فلسه ما شفناش بقى بالفلوس هيبقى ايه العمل. بنحاول برضو نتعرف لمخاوف مشروعه من بعض الافكار الجديده، مجرد افكار طرحناها اثارت مخاوف كتير، فعاوزين نرد عليها ونوضح برضو للناس الفرق بين الحوار المجتمعي. معناه ان احنا بنعمل حاجه مع بعض، ساعات بنقول فكره لسه هنشتغل عليها، الناس بتتخيل انها قرار وهيطبق من بكره، ففي فرق بين الافكار وبين القرار. ممكن طبعا ما نقولش الافكار لما تخلص، بس احنا ما بنعيش حل مثالي الناس تتفق عليه، لو ما قلناش هيقولنا انتوا مش عارفين بتعملوا ايه وما عندكوش رؤيه، لو قلنا طب فين الحل وهكذا. المهم عشان يبقى الكلام في سياق، احنا كلنا في الحكومه بنشتغل من داخل رؤيه التنميه المستدامه اللي كنا بنتكلم عنها في مؤتمر الشباب اسكندريه الاسبوع اللي فات. وزي ما حضراتكم سمعتوا في المؤتمر بتاع اسكندريه، نفكر نفسنا يعني ان الرؤيه دي بتستهدف انه على عام 2030 يكون في اتاحه، كلمه اتاحه كلمه اساسيه هنا، اتاحه التعليم والتدريب للجميع بجوده عاليه دون تمييز زي ما مطلوب، وفي اطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن. والله هو المنظومة التعليمية تعبان عندنا احنا، لان بنشوف الخريجين مستوياتهم ضعيفة خالص، فستة او خمسة مش الموضوع الكبير، الموضوع هو اصلا المنظومة كلها فاشلة يعني. وبعدين الكفاءة في مصر لا تعتمد الكفاءة، بتعتمد المحسوبية، ودي مشكلة في النظام عموما يعني. والله رأيي يعني احنا مرة اختلفنا مرة قلنا، فيعني احنا انا على جيلي انا ما كانش فيه ستة، وبعدين جينا بقى السنوات الأخيرة ضافوا سنة ستة. انا بجد ما اعرفش هل سنة ستة بتضيف لهم ولا مش بتضيف لهم، بس اذا كانت بتضيف فعلا فالمفروض ما يلغوهاش. طب حضرتك كانوا بيرجعوا لي من الأول، ما هو كان من الأولى بقى ان خلاص يبقى التغت من الأول ما يرجعوهاش، هو مرجعين عشان الناس هذا، وعشان الطالب يبقى داخل المرحلة الإعدادية يعني عنده دراية وكفاية بالتعليم. طب هو بيشيلها خلاص ما يشيلها، يشيلها خالص، بس ده رأيي. العذابات التي تعرضنا فيها على الناس، وإذا جينا يعني نبحث وضعنا، جون فوستر دلس ماذا قال بعد النكبة السوداء؟ أولا هذه النكبة السوداء هي اللي جاءت بثورة 23 يوليو في مصر سنة 48، كان كبار القادة وضباط الأحرار القاتلون وبقيادة الزعيم الخالد الرائد عبد الناصر رحمه الله، وكان فعلا كانت مصيبة في ذلك الوقت. فجاءت هذه 23 يوليو لإنقاذ الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وأطل عبد الناصر على مصر من الفضاء العربي البحر. من هذا الأفق الوجداني
القومي السياسي والتطلع إلى ما يحب المنطقة جاءت هذه الثورة. سبق وفي أبريل من العام 2002 يوم اجتاح العدو الصهيوني الضفة الغربية عقد مجمع البعوث الإسلامية في الأزهر الشريف وحضر أكثر من 500 عالم، وكنت أنا من مقرري ذات المؤتمر في البيان، وأصدرنا توصية أرجوكم أن ينتبه الإعلام ويدرسها بجواز تحويل أموال الزكاة إلى الداخل الفلسطيني لأهلها. هذا النص موجود عندي، من أراد من الإعلاميين أعطيه الهاتف الآن أرسله له بالبيان بصورته الحرفية. هذا صدر في 18/4/2002، تحويل أموال الزكاة. نعمم ونجدد هذه الفدية على المسلمين والمسيحيين، لأنه من أبواب الزكاة أن المجاهدين في سبيل الله تجوز لهم هذه الزكاة، ولا جهاد أكبر من جهاد فلسطين. وهنا أنا توسعت في مسألة في سبيل الله